السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت حابب أشارك معاكم حاجة كده، ومستني آرائكم وتعليقاتكم فيها. يعني هو ليه يعني السيستم بيقول لنا، أو المعروف يعني كل شغال على كده، الأماكن اللي بتاخد لون، إحنا عارفين بويات العربيات في حاجة اسمها إكريليك أو اللي هو السوليد كولر، البويه الساده والبويه البيس كوت. لما بنيجي نرش مثلا باب بيكون فيه جزء متمعجن ومتصنفر ومتبطن فيلر، يقول لك صنفر الفيلر ايه؟ ما تخشنش الفيلر اكتر من صنفره 500 مثلا على الجاف، او 400 او 600. والمكان اللي هياخد لون ده تمام، والمكان اللي هياخد ورنيش يقول لك صنفره بال 800 على الجاف او بالالف على الجاف. ولو هتشتغل بالميه يقول لك صنفر الجزء اللي هياخد فيلر اللي هياخد فيلر صنفره بالميه مثلا بصنفره 800، وبقيه المكان اللي هياخد ورنيش صنفره بصنفره 1000 مثلا، او 1200 او 1500 المكان اللي هياخد ورنيش. طيب ليه ما ينفعش نصنفر المكان اللي هو وهياخد لون وبيسكوت يعني ده، ليه ما ينفعش نصنفره بصنفرة ناعمة مثلا زي المكان اللي هياخد ورنيش؟ يقول لك لأنه هيقشر، ممنوع أي مكان هياخد بيس كوت يقشر. طيب القصة دي أنا رجالة يعني حابب برضك أشارككم رؤيتي فيها. ممنوع ان يترش البويه البيس كوت اللي هي البويه المط اللي بتاخد فوق منها ورنيش على صنفاره على سطح ناعم. ليه؟ مع ان ينفع تطبق الدهان بس اللي هو الورنيش على سطح ناعم، لان البيس كوت بويه ضعيفه مش واخده مصلب. انما المكان اللي هياخد ورنيش بنصنفره بصنفره ناعمه فعلا، لان الورنيش حاجه واخده مصلب، حاجة اكريليك، فهتمسك هتمسك يعني. تجربة شخصية ولكن محدش يعملها. يعني انا عملتها على حاجة قديمة، حاجات السكراب اللي بجرب عليها دي، لا حاجات القطع غيار قديمة مش عارف ايه، رشيت حتة ورنيش على ورنيش بدون ما يتصنفر، اتطهر بس ورشيت عليه وما قشرتش. ولكن مش شرط ان هي ما تقشرش، لا هو هي هتقشر، ولكن يعني عايز اقول ايه، لو حاولت تعملها بضفرك كده او بحاجه هيكون من الصعب ان هي تقشر. ليه؟ لان الورنيش نفسه من نفس الماده، ورنيش نزل على، اي نعم هو نزل على السطح بيلمع، ولكن هو ايه، ورنيش، ولكن هو ورنيش نزل على ورنيش، وبعدين حاجه واخده مصلب. طب تعالى السطح ده مثلا رشينا عليه بقى البيس كوت اللي هي البويه المط اللي ما بتاخدش مصلب اللي هي الوان كده، ورشينا على السطح اللامع ده اي كاتشر ميه او بضفره كده هتيجي تقشرها تطلع. ليه؟ لان حاجه مش واخده مصلب، حاجه ضعيفه، حاجه ضعيفه. وعلشان خاطر كده برضك يعني مش في الاماكن اللي هي بتاخد بليندنج دي، مش بنحب المكان ياخد بليندنج كتير او بيندر كتير. ليه؟ لان انت البليندنج ده نزل عمل، نزل عمل عزل او فصل ما بين الورنيش القديم والجديد، فيقول لك لا هو وش واحد بليندنج بس، ما تحاولش انك تدي طبقات بليندنج كتير. ولو المكان انت هتدي لون وهتتاخر في عمليه الورنيش وكده، يقول لك خلاص ادي اللون بتاعك الوش والتاني والتالت وصنفر وطوق، وقبل ما تدي الوش الاخير للون انزل على المكان ده بقى بالبليندنج او البيندر كده، وبعد كده ايه انزل بالورنيش. ليه؟ عشان تستفاد بخاصيه الويت، اللي هو الويت ان ويت اللي هو الطري على طري، وعلشان خاطر ما تحتاجش اللي انت تنزل كذا طبقة بليندنج وتعمل مسافة ما بين الورنيش القديم اللي متصنفر والورنيش الجديد اللي انت تنزل بيه. هي طبقة ايه، الفيلم بتاعها رقيق ضعيف، هيحصل تماسك برضو الخربشة، البليندنج هينزل فيها وهيسمح ان الورنيش ينزل ويلتصق عليها. فعلشان خاطر كده برضه انا مستني رأيكم في التعليقات. فعشان خاطر كده يعني ايه، الاماكن اللي هتاخد ورنيش يقول لك لا عادي صنفرها بصنفره 1200 او 1500 بالميه، او 800 على الجاف، او 1000 على الجاف. لكن يقول لك المكان اللي هياخد بيسكوت ما تصنفروش ب 1000 على الجاف. ليه؟ لان ده مكان هينزل عليه اصلا بويه ضعيفه، وسط ضعيف. لكن لو هينزل عليه بويه ساده بقى السوليد كالر، يعني اسود، احنا بنرش اسود مط وبعد كده ورنيش، يقول لك الاسود والمط ده
ما ترشوش على المكان اللي متصنفر بصنفرة 1000 مثلا على الجاف او 1500 بالميه. لكن ممكن بشرط انك ترجع للدعم الفني ترش ايه؟ ترش على المكان اللي هو واخد ب 1000 جاف او 800 ميه، ولكن برضك ما يستحبش. لكن احنا بنقول افتراضي يعني ممكن ينفع هنا. اه ليه؟ لان البويه هنا سوليد كلر بقى، مش مط وورنيش، لا دي هي كلها البويه هي الورنيش اللي هي البويه اللي بتلمع الساده. ده مكان اي نعم ناعم اه، لكن هي حاجه عليها مصلب هتلتصق هتمسك. آه يا ربي. آه انا يعني حاولت بصراحه يعني اشارككم فكره بس مش اكتر، واللي عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات علشان خاطر ممكن حد يجي في دماغه يقول هو ليه ممنوع ال 800 نرش عليها لون مثلا على ال 800 على الجاف او 1000 على الجاف او 1200 بالميه، ليه ممنوع؟ بيقول لك ممنوع يصنفر ب 1200 ميه، وفي نفس الوقت بيقول لي صنفرها على الاماكن اللي هتاخد ورنيش. طب ما انت ايه اللي مانعها؟ ما هو قايل فعلا مانعها اه على الاماكن اللي هتاخد بيس كوت، اللي هتاخد اللون المطفي. لكن الاماكن اللي هتاخد ورنيش، ما الاماكن اللي هتاخد ورنيش المكان اللي انت هتاخده باللون بس المط ده انت هتصنفره 800 او 600 بالميه مثلا. يعني لو جيت تصنفر المكان اللي هياخد ورنيش ب 800 او 600، بعد الورنيش هتلاقي ممكن تحت الورنيش مسلخ، فعشان خاطر كده انت مضطر انك تصنفر بصنفرة انعم عشان تعمل لك الخربشه والخشانه، وفي نفس الوقت تعمل لنفسها سطح تلتصق وتمسك عليه. يا رب تكون الرؤيه واضحه. اللي عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.